البداية وسط الجماهير النهاردة اللي كانت موجودة أمام زيمبابوي، وأعتقد أداء كان فيه ضغوط كتيرة جدا. رأي حضرتك في المباراة؟ أول حاجة أحب طبعا الافتتاح، الافتتاح كان أكثر من رائع بصراحة، مبهر. أنا بالنسبة للمباراة والدكتور في التفاصيل على طول سريع جدا، هتكلم عن أكتر حاجة إيجابية، كسبنا الثلاث نقاط، دي حاجة مهمة جدا إيجابية في أول المشوار. أول 15 دقيقة لعبناهم بشكل جيد جدا، كنا ضاغطين فريق زيمبابوي، خلقنا أكتر من فرصة. إن إحنا كلنا توقعنا إن النتيجة هتكون أكتر بكتير من كده. أعتقد الهدف بتاع تريزيجيه جه في وقت ضيق جدا، في وقت صعب جدا، في آخر الشوط الأول كان في شكوك بدأت تحوم حول المباراة، أنقذ بيها المباراة بشكل كبير جدا الهدف بتاع تريزيجيه. أول مباراة دايما بيبقى فيه ضغط كبير جدا على اللعيبة، بيبقى فيه تسرع كبير جدا، كل الناس عايزة تتفرج، كل الجماهير منتظرة اللعيبة تأدي بأفضل شكل، وده صعب جدا في أول مباراة. أعتقد إن في المباريات القادمة الأداء هيتطور بشكل كبير جدا وهيتحسن. الجماهير كانت متوقعة أكتر من كده، وده طبيعي بالنسبة للجمهور مش بالنسبة للناس الفنيين. لكن أهم حاجة في المباراة اللي لعبنا بيها النهاردة بعد اللي حصل افتتاح هو الفوز الثلاث مباريات. طبعا إزاي تكسب ده مهم جدا، لكن ده نقدر نحسنه في المراحل القادمة إن شاء الله من البطولة. تمام. كابتن محمود، يمكن انفردنا امبارح بتشكيلة منتخبنا الوطني، شفت إزاي التحركات النهاردة؟ وإحنا طبعا عندنا فقرتنا المعتادة هنتكلم على تحركات اللعبة، لكن اللي إحنا قلناه امبارح شايف إن هو اتحقق النهاردة في أرض الملعب؟ طبعا الحمد لله بنسبة كبيرة جدا، بنسبة 90% تقريبا من إحنا اتكلمنا فيه امبارح، اتكلمنا بشكل سريع بشكل